هم آمين. ثم ثم قال قال فبأي، سبحانه وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين على سبيل التثنية أيضا، كأن هذه السورة قائمة على الازدواج بين الأسماء، رب المشرقين. وفي سورة أخرى يقول رب المشرق والمغرب، نعم. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي آية ثالثة: فلا أقسم برب المشارق المشارق، والمغارب، على سبيل الجمع، فهل هو مشرق أم مشرقين أم أم مشارق؟ فقالوا ما جاء على سبيل الإفراد فإنه يراد به الجنس. ما جاء على سبيل الإفراد في سورة رب المزمل. المشرق جنس المشرق، لا يقصد به مشرق بعينه، نعم، وإنما يراد به جنس. الجنس، كما تقول أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، هل دينار معين ودرهم معين أم جنس الدراهم والدنانير؟ نعم، الجنس. جنس. يراد أن الأموال قد أتعبت الناس، وهي ما يشغل أفكارهم وما تهتم به نفوسهم، فقال تقول أهلك الناس الدينار والدرهم، فقال رب المشرق والمغرب على سبيل الجنس على سبيل الجنس. وما جاء في في التثنية. التثنية رب المشرقين فيراد به مشرق، مشرق هو المكان الذي تشرق منه الشمس وتغرب صيفا وشتاء. رب المشرقين مكان إشراق ومشرق الشمس في صيفها وفي شتائها، وفي شتائها، ومكان غروب الشمس في صيفها وكذلك في شتائها. وكذلك في شتائها. أما على سبيل الجمع، ما جاء على سبيل الجمع فإنه يراد به مشرق الشمس في كل يوم من أيام السنة. الله، لا تعارض بين آيات القرآن الكريم. لا تعارض، لن تجد آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى بينهما تعارض، لأنه تنزيل من من حكيم حكيم حميد حميد سبحانه وتعالى. سبحانه جل ذكره. فقال رب المشرقين ورب المشرقين فبأي آلاء ربكما نعم. تكذبان؟